اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018-2019 ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يعزز التحسن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع. وفيما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد 2019-2020، أشار السيد وزير المالية إلى أن مصروفاتها تصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية خاصة التعليم والصحة.